في الحقيقة اليوم يوم عظيم، يعني يوم مشهود إن صح التعبير. جمعت أسرة الإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي دعيت لهذا الغرض بإعاز من السيد الرئيس رئيس السلطة الوطنية المستقلة الذي كلفنا من أجل تذليل إن صح التعبير العقبات التي ربما قد تختلج بين السلطة الوطنية المستقلة وأسرة الإعلام. يعني أولا هذا اليوم التكويني شهد عدة يعني مسارات وكان ناجح بامتياز، إلى درجة أننا ينبغي علينا كتوصيات أننا نخرج بضبط المصطلحات وإعداد صحفي متميز لهذا الغرض، وهو المسار الانتخابي، مع العلم أن الانتخابات تمر بعدة مراحل وعدة محطات، أولها ابتداء استدعاء لها الناخبة من سيد رئيس الجمهورية، وهو اختصاص حصري لسيد الرئيس بموجب نصوص الدستور التي نصت على ذلك من ضمن مهامه، كذلك أيضا استدعاء الهيئة الناخبة وإصدار قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة لفتح باب المراجعة الاستثنائية، مع العلم أن هناك مراجعة كل نهاية كل سنة، يعني الثلاثاء الأخير من نهاية كل سنة، وأن هناك مراجعة استثنائية بمناسبة كل اقتراع يعني أو استفتاء أو انتخابات سواء تشريعية أو رئاسية. إذن هناك محطات مهمة، في كل محطة لها قيود وضوابط طبعا، مع العلم أن باب المراجعة هو باب مفتوح لكل شخص، وهذه بالمناسبة نقدم دعوة للشباب الذين بلغوا سن 18 سنة أن يسجلوا أنفسهم على مستوى مقرات إقامتهم وهو ما هو مسموح به قانونا، أو شطب أنفسهم إذا كانت ما قد رحلوا من مكان إلى مكان أن يسجلوا أنفسهم في مقر إقامتهم الجديدة وأن يقوموا بشطب. مع العلم أن السلطة الوطنية المستقلة استحدثت تطبيقة جديدة وهي التشطيب الآلي، يعني العادي كما يقال، مباشرة بعد التسجيل في القائمة الانتخابية الجديدة. هذه محطة تغطية إعلامية. بعد التسجيل أكيد أن هناك أخطاء على مدار السنة، اللي هي البيانات المتعلقة بالأشخاص، ربما هناك أشخاص لهم أخطاء في شهادة الميلاد، في مكان الإقامة، في اللقب، في الاسم، في كذا. في هذه الفترة ينبغي لكل ما له مصلحة أن يلجأ إلى مكتب المراجعة الانتخابية الذي هو يعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو موجود في إحدى مقرات المندوبيات البلدية أو في البلديات إن لم يوجد هناك مقر للمندوبيات. إذن هذه المراجعة يرأسها قاضي وثلاث مواطنين، وفيها المندوب، فيها مكتب الدعم والإسناد القانوني، وفيها مكتب إعلام آلي، وفيها مهندسين إلى ذلك يقومون ويجتهدون من أجل يعني صح التعبير القيام بتسجيل كل له مصلحة كما قلت، يعني الذين بلغوا سن 18 سنة، وإسقاط منهم يعني من لهم توفون أو من لهم ليست لهم مصلحة، مثلا من الأشخاص الذين منعوا بموجب قرار قضائي صادر عن الجهات القضائية وهي حرمانهم من ممارسة حقهم السياسي كما هو مدون في قانون العقوبات، وهي العقوبة التكميلية أيضا. هذه مسألة مهمة. أيضا هناك أيضا فترة ثانية، ولا هي فترة التظلمات والاعتراضات التي هي أيضا محطة أخرى أساسية ولها أجال قانونية ينبغي احترامها. إذا الصحفي ينبغي عليه أن يتأكد من المعلومة وأن يضبط مصطلحات وأن يعرف ما هي حقوق المواطن حتى يبلغ، لأن الهدف الصحفي هو إبلاغ حقوق المواطنين في هذه المسائل، وهي مسألة الاعتراضات ومسألة التظلمات التي تتم أمام الجهة اللي هي مسألة هي اللجنة البلدية لمراجعة الانتخابات. هناك محطة أخرى بعد استكمال هذه المحطة، ألا وهي فترة الترشيحات التي نحن الآن بصددها، وهي سحب الاكتتاب التوقيع، والتي سخرت السلطة الوطنية لهذا الغرض، سخرت مجهودات جبارة، ومنها الضباط العموميين اللي هما متمثلين في الموثقين والمحضرين القضائيين الذين لهم بالشراكة مع السلطة تدعيم للسلطة الوطنية المستقلة وبإعاز منها من أجل تذليل العقبات فيما يتعلق باكتتاب التوقيعات للمواطنين الذين يوقعون لصالح أحد المترشحين الذين هم الآن أودعوا ملفاتهم، ومنهم من ما زال لم يدع لحد الآن. إذن هذه فترة أيضا مهمة، يستجمع طبعا هؤلاء المترشحين ما هو منصوص عليه حسب نص المادة 250 وما يليها مادة 251 52 53، استجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات التي نص عليها القانون، 600 ألف توقيع حسب كل بالنسبة للناخبين أو المنتخبين،
أو في حالة ما إذا لم يتحصل على 600 توقيع بالنسبة للناخبين مسجلين ناخبين يعني عفوا منتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والمحلية، هناك أيضا ما يسمى ب 50,000 توقيع يعني موزع عبر كما قلت 29 ولاية على لا يقل عدد التوقيعات 1200 توقيع في كل ولاية. بعدما يستكمل هذه العملية هناك إيداع لهذه الملفات، وهذه الملفات محصورة قانون بأربعين يوم منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة. بعد 40 يوم من استدعاء الهيئة الناخبة أكيد أننا بعد ذلك هناك فترة ثانية وهي فترة الحملة الانتخابية، وهي محطة أيضا مفصلية ينبغي على الصحفي أن يتميز فيها أكثر فأكثر.